نعرف او نعطي فرصه لزملائي اللي يتكلموا في هذا السياق. بدايه الاجتماع هذا لمناقشه مسوده قانون الرياضه بليبيا. نرحب بجميع ضيوفنا الكرام وتجشمهم امكانيه الحضور رغم المشاغل اللي نعرفوها عند في المجتمع بالله. اعتراض الممثلين عن منطقه الاتحادات او المنطقه الشرقيه بشكل خاص ان الواحد يعني حق النقاب انه يتناسب مع مناطقهم او هويتهم، لكن احنا المفروض لنا بصمه بحيث ان لا نكون المنطقه الشرقيه لا عربيه لا جنوبيه، لكن هنا نحط نقابنا. الملايين واحنا كيف ما عقب الباشمهندس طارق حسس لنا انتم المحضر الشيخ برأينا بالتدريب في كل المادية من مقترحات اللجنة، واللجنة مستمرة في الانعقاد حتى تصير السيارة النهائية بحضر التفاصيل اللي هي الأندية. المواد ضعيفة، بعض المواد بصراحة تشطب، بعض المواد مجحفة في حق الأندية. مستثمر 60% يلا تعالوا يا سادة اللي بيشتري الأسهم يشتريها، نقول الخصخصة نشوفوها. العملية هذه تكون رأي مدروسة المقترح اللي قد ما تجيش بسرعة تلقوا الخصخصة بعدين تروح فيها، لازم تكون مدروسة وواقعية تتألى فيها وتدرسها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس طارق مجبر رئيس اللجنة المكلفة من اللجنة الأولمبية لمناقشة مسودة قانون الرياضة. نحن اليوم في 31/3/2022 في ندوة تتعلق بنخبة من الخبراء والمهتمين بالشأن الرياضي في المنطقة الجنوبية. نحاول بقدر الإمكان أن نفتح النقاش فيها بعمق بأكثر دقة في بعض التفاصيل للمواد القانون. طبعا في كان اجتماع سابق وكان في مسودة طرحت على المنطقة الجنوبية من مدة ليست بالبعيدة، وهذه اللجنة شكلت من وزارة الرياضة. مسودة القانون بعثت للبرلمان وتم إرجاعها للجنة الأولمبية الليبية لبعض التعديلات أو إبداء رأيهم. اللجنة الأولمبية كلفت عدة لجان في الشرق والغرب والجنوب. هذه اللجان تحاول بقدر الإمكان أنها تعالج أي قصور أو أي خلل أو أي نسيان في تدارك تطوير الرياضة في ليبيا. نحاول بقدر الإمكان أن اليوم نوصل لبعض التعديلات أو معالجة أو نلمس أي خلل في هذه المسودة. نسأل الله التوفيق، نسأل الله أن يوفقنا في إضافة شيء المرجو للقانون الرياضة أو تكون الرياضة في أفضل ما يكون إن شاء الله بإذن الله تعالى. نتمنى التوفيق للجميع، نحن والأعضاء اللجنة والمهتمين بشأن الرياضي. نتمنى التوفيق للجميع وبارك الله فيكم.